هلو ليدي سجلت من حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل دام يا احلى ناس حبايبنا. مثل ما انتم شايفين شاب خلفي متجر غامض جديد حبايبنا وسكنات جديده يا اساطير. طبعا انا الان حبايبنا بغير سيرفر، ولكن ان شاء الله بهذا الشهر شباب راح ينزل متجر غامض يا اساطير، ترقبوا الوضع. اوكي سو ليدي سجلت من حبايبنا، خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبلش باي شيء شباب. لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس. اوكي وخلينا نجرب حظنا يا اساطير، بس بليز وقف انزل اعمل فعل زر الجرس وحط اللايك وحط كل شيء وخذ بوسه. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ليتس جو. هي طبعا رو السلام عليك يا سلام. انا لازم اتقفل. شو كان حيطلع حسن 86؟ اتس اوكي اتس اوكي شباب اتس اوكي. حبايبنا بالنسبه لبرج الغامض، هات نشوف شو فيه شباب. قول لي عندنا هون حبايبنا اول سكين. اوكي سكين البنت عن جد صراحه شباب شيء حلو مرتب. قناه وما قناه وحبيبي والله. طبعا شباب نفس الوقت هذا الفيديو شباب راح نشوف الان بعد شوي نجرب المرافق اخر لما نخلص متجر هذا التخفيضات الغامض. اوكي بالنسبه للموجودات الشيء الموجود شباب مثل كل مره عندنا صناديق وما صناديق وبطاقات تغيير اسم وبطاقات حاضنه وما حاضنه. متجر غامض هون معلم لوز اللوز. ايش مرتب حبايبنا؟ حلو حلو كثير حلو كثير حلو كثير كثير حلو شباب. خلينا نشوف هذا، نشوف شو فيه عجب. راح يكون فيه فاير باس. قول لي نتاكد. اوكي شباب موجود فيه فاير باس شباب اكيد ان شاء الله. فاير باس متجر غامض الشباب دائما يكون فيه فاير باس لوز اللوز. اوكي شباب عندنا هون بطاقات ورقصات وما رقصات. اوكي شباب بدنا نحاول نجيب السكين تمام. نجرب السكين تمام حبايبي، ومن بعد نشوف شو لازم نشتري. يعني خلينا نشتري شخصيه كريستيانو بهذا الحساب. اوكي بيلزم وشوف كمان نشتري يا اساطير. اوكي تعال نروح على اليسار كمان نشوف شو فيه وما فيه. هون طبعا حبايبنا خلينا نشوف هون بهذا السيرفر شو في موجود. الاحداث هون على اليسار احداث نفس الشيء حبيبي والله. لوس قول لي شو هالسكين الجميل شباب. والله سكين حلو، والله شيء مرتب، والله شيء لوز اللوز هذا السكين شباب. هنشوف شو في موجود هذا السيرفر كمان معلم. طبعا نفس حضرتك تشينوبي معلم. اوكي 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 هي نزلت عنا كمان حبيبي والله. خلينا نرجع على المتجر يا اساطير نشوف ابو المتجر شو في نقدر نشتري من شباب نستفاد بهذا الحساب. التمانو تعرفوا شو حبايبنا راح نشتري هالرقصه كمان بنت قلبي تمام. اوكي ما راح يعني ما راح نستخدم كثير من ما راح نجيب كثير من الاشياء اللي ما راح يلزمونها حبايبنا، هيك راح نجيب بس فقط الاشياء عشان نستعرض لكم الاهم شيء اهم السكنات اساطيرنا. فهمتوا علي كيف؟ اوكي هيك بكون جبنا هذا السكين كمان معلم وضعنا اللوز. شو نقدر نجيب؟ والله يا شباب نشتري رقصة الضحك كمان ليش لا؟ خلينا نروح نشتري الشخصيات عشان نشتري شخصية الوك كمان معلم 83 يا بلاش حبيبي والله. صندوق اغنام اسلحه الفاماس. اوه شو هذا معلم؟ خلينا نشتري معلم ونفتحه مباشره. تبعت الفاماس قول لي طلع لي الفاماس. يا سلام يسعد دينك. شو هذا معلم؟ صندوق اغنام الازرق بالظل الاحمر فرق. شو هذا؟ ايش هذا؟ ول لا تدخل السكنات هذول يا الله. ويل يا لطيف ايش هالصندوق هذيك الغريبه عجيبه. طبعا شباب لسه بطاقات ما بطاقات راح نخليهم يعني ما راح نستخدمهم يعني راح نشتريهم على الفاضي بلا بعزره بلا. اوكي نروح على اليسار هون نشوف نقدر نجيب شباب من الصناديق مثلا. اوكي في صناديق. شو هذا الصناديق؟ في سكنات. قولي ايش هالسكنات معلم؟ والله شيء غريب عجيب شباب. صناديق غريبه عجيبه اقسم بالله حبيبي والله. اوكي لوز اللوز لوز اللوز لوز اللوز وضعنا اللوز شباب. خلينا نروح نشوف ندخل على السكنات نشوف وضع السكنات شباب. ايه تمانو شو هيدي السكين معلم؟ صحيح معلم نحط الوك اشترينا الوك معلم نحط الوك حبيبي والله. شو هالقناع شباب هون بالنسبه لهذا السكين شباب تبعت المتجر الغامض الجديد والله شيء مرتب. قناع معلم بس قناع ماني فهمان شو وضعه معلم شو شلون يعني هذا القناع شلون شكله وشلون حبيبي والله ماني فهمان شيء منه. اوكي بالنسبه للشعر خلينا نشيل القناع شباب. الشعر الصراحه الشعر حلو الشعر شيء مرتب. بالنسبه للجاكيت باللوز البنطال خلينا نشوف الجاكيت شباب نحط بدون شيء. شوف الجاكيت لا البنطال عفوا حلو. خلينا نشوف البنطال بس هيك الجاكيت بدون بنطال. اوكي ايش مرتب حلو. بس الحذاء معلم كثير كبير. خلينا ندخل نجربه شباب خلينا ندخل نجربه هذا السكين يا شباب الحلو. خلينا ندخل نجربه ونشوف بعدين راح نجرب السكين البنت ومن بعد شباب راح نحصل على نروح نطور المرافق الجديد شباب لاني ما بعرف شو شكله وشو وضعه وشو روحه حبيبي والله. اوكي يلا روح
شو عم بحكي انا؟ انا ماني مصحصح منيح. اوكي شباب، هذا بالنسبه للسكين يا اساطير. اوكي هات نشوف ال ال حتى نشوف، ندخل على الساحه شباب، يكون هون الدنيا مش ليل، الدنيا يعني صبح ولا اوكي الدنيا صبح. هون معلم، هلا يا معلم، هذا عبي تيمي والله. ايش فيه؟ شو عم يسمعوا؟ حبيبي والله، شو رايك بالسكين؟ عجبك حبيبي والله. هات تشوف، اضربك هيد شوت، اضربك هيد شوت، تضربني هيد شوت. كلها خانز، يلا اضرب علي، يلا روح. بعرف بعرف بدك تضرب. لا في واحد ثاني عم بضرب. علق. اوكي شباب، هذا بالنسبه للسكين الشاب، تمام؟ راح ما راح نطول عليكم اكثر من هيك، خلينا نروح نجرب السكين، نشوف فرجيكم سكين البنت. اوكي يا اساطير، نجي لهون، نجي على الشخصيه. حبيبي والله، ناخذ شو فيهم عنا؟ صوت الصوم. عنا تشالنج. اوكي ناخذ هي. هي ناخذ هي معلم، ليش لا؟ اوكي بالنسبه للسكين البنت حبايبنا، الشعر، القناع، ما فهمان شو القناع بس اوكي. هون عنا اوكي صار عنا المكياجات حبيبي والله، والبنطال، لا مو بنطال يا زلمه، الجاكيت والبنطال. خلينا نشوف شو نشيل البنطال شباب، كيف راح يكون الشكل. البنطال قول لي ايش حبيبي والله. او ماي جاد. اوكي غطي. اوكي شباب الحذاء، تخيل تكون جربوا شباب، شوفوا كيف شكله بالوضع الشكلوزي. اللوز 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 يا اساطير، ايه طمانة يبلع والله شباب. متجر هذا غامض حلو له، عن جد شيء اسطوري. ندخل نجربه شباب بشكل سريع، ندخل على السكين. طبعا ما حطيت القناع، نسينا نحطه، ما في مشكله. هذا هو بالنسبه للسكين البنت حبايبنا. اوكي بس ما وين رخصت معلم؟ اللي حاطط الرخصات هون. حاطط هالرخصات، حاطط الرخصه هي. والله لوز، ايه طمانة اقسم بالله. تعرفون يا شباب هالرخصه الوك ما عندي اياها، ولا كانت هي ولا كيف، والله محسين شوي بهالرقصة. والله لوز حلو. اوكي حبايبنا، هذا بالنسبة للمتجر الغامض، خلينا نرجع نفرجيكم اياه بشكل سريع. اوكي لوز اللوز حجي ابلع. متجر مايستري شوب موجود فيه شباب، مثل كل مرة راح يكون فيه ان شاء الله الفاير باس. اوكي طبعا راح ينزل اكيد المتجر الغامض شباب اليوم الجاي ان شاء الله. اوكي حبايبي، لوز اللوز. اوكي هذا شباب بالنسبة للمتجر الغامض. الان شباب راح ننتقل لحسابي ونشوف المرافق النزل الجديد يا اساطير، ايه طمانه. اوكي ليز جدا حبايبنا، خلينا ننتقل شباب نشحن الحدث الجديد، مو الحدث، المرافق. اوكي وين المرافق؟ ليش هيك ما طلع العلامه يا شباب؟ العاده بتطلع العلامه. هذا هو المرافق حبايبنا، اصلا نجيب نشحن كمان شباب عشان نجيب السكين. دايما تزيد اللايف الاليف اذا حددته بالفعل. اوكي الان شباب هيك حصلنا عليه. يا باي لازم لازم معلم حبيبي والله. هذا شلون هذا؟ ابرد. اوكي اوكي حبيبي والله، هذا هو المرافق يا اساطير، المرافق ليديز الجنتلمان. ليتس جو نجرب المعلم الحيوان الاليف الجميل، لنشوف شباب صراحه ما بعرف شيء عنه. اوكي لنشوف مع بعض. حاولوا نطوروا ماكس، طبعا نحاول نطوروا ماكس. اوكي يلا وينه معلم؟ هذا هو. اوكي اللقب النمر سينسي، النمر المقنع. والله شيء حلو هذا النمر يا زلمه، عن جد شيء حلو، اشي مرتب شباب. واه شوف الرعد وما رعد، حلو 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 كتير 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 حلو شباب، نايس. اوكي خلينا نشوف المهارة شباب، شو مكتوب هنا؟ يقلل من مدة المهارات العلامة لدى الأعداء بنسبة، يقلل من مدة المهارات العلامته علامة لدى الأعداء بنسبة 30%. اوكي وشو يقصد هذا معلم؟ صح خلينا نطوره أول شيء، نحاول نطوره للليفل اللي بنقدر عليه. رقصاته معلم حلو، بيصفي نايس حلو. تعالوا نطوره شباب، نطوره. كول معلم كول كول كول، شبع شبالي حالك. ول كيف هيك ما بقى عندنا طعم؟ بالعاده يا زلمه بيجيني كثير هذا الطعم انا، بس يلا معلش. اوكي خلينا نطور ليفل 6 شباب، رح نطور شوي الله نشوف الوضع بعد شوي. الرقصات، الملابس، قول لي حطوا لنا الملابس الجديده كمان، والله شيء حلو، بس صراحه شباب ما فهمت من هذا الوضع شلون. مستوى الحيوان الاليف الغاء 7، الغاء القفل. قفل المستوى الحالي يقلل مدى المهارات العلامه لدى الاعداء بنسبة 40%. الصراحة شباب ما فهمت، هون شوي نفهم الوضع. اوكي حبايبي الكرام، لا رح نجرب شباب الشخصية هي شباب. طبعا شباب الشخصية لحد الحد الان شباب ما فهمانين كثير شيء منها، يعني فهمتوا على كيف؟ مكتوب عنه هون شباب يقلل من مادة مهارة العلامة لدى الاعداء، شباب يقلل من مادة مهارة العلامة لدى الاعداء بنسبة 40%. يعني شباب الشيء المفهوم اللي فهمناه يا شباب، يعني مثلا لما مثلا اضرب انا، اضرب مثلا هو عنده موكو وانا عندي موكو، تمام رح نجرب شيء. اول شيء رح اضرب انا حبايبنا الضربة وحدة، رح نقدس ثواني شباب تقريبا، فهمتوا على كيف؟ خلينا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 تقريبا 8 ثواني. خلينا نشوف وين يضرب، ضرب واحد شادو
عندهم مكتوب شاف طالع الشيء من تحت تمام وقف شغله تروح راحت بسرعه طبعا شادو دروب وعدل لي كم عد كم ثانيه عم بيصير معك علي روح اضرب 1 2 3 4 5 طبعا شاف دروب كم مره ثانيه شوفوا شباب هون على تحت شباب هون في شيء عم بيطلع تحت فهمتوا علي كيف يعني عم بيروح بسرعه طبعا هي ليفل ليفل 5 يعني مو ليفل ماكس باقي ليفل 1 بتصير ماكس يعني شباب مثل ما ملاحظين يعني هيك الشيء اللي فهمنا منه حبايبنا اوكي شباب بالنسبه هاي الشخصيات يا اساطير تمام اوكي حبايبنا رح نجرب حبايبنا رح نجرب نشتغل نستخدم شخصيه الكلو تمام هي الشخصيه شباب اللي بنعرف انه بتبين اماكن عدوين خلينا نعمل هيك مثلا اشوف كم بتطول هون مكتوب وقف هون طلع على اليسار ولا كيف وات از ذس والله شباب ما انتبهت حبايبنا سو شباب الاهميه بدل الشخصيه شباب المرافق انه خلينا نجرب بشكل بعيد انه بعيد نجرب شخصيه موكو دروب موكو دروب شادو دروب وعدل لي كم عنده تقريبا خمس ثواني تقريبا خمس ثواني شو نضرب انا مع الشخص الطويل طورت اكثر لاحظت انا شباب اوكي شباب بحدنا شباب هاي الشخصيه شوي غامضه كثير سو حبايبنا فهمناه من هذا المرافق شباب انه بيقلل يعني العلامة العدو ان شاء الله تكون استفدنا شباب اعطيتكم اهم الاشياء صراحه يعني انا ماني فاهمهم كثير ايش منها شباب كثير راح نشوف مع بعض شباب راح نشوف على البث اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا عندكم شروحات اكتبوا لنا خلينا نشوف شباب شو عندكم شيء ثاني سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا بنشوفكم ان شاء الله بمقاطع جديده يا اساطير شكرا شهدوا ولا تنسونا باللايك والشير والمشاركه حبايبنا وبشوفكم على خير سلام عليكم.